يا هلا فيكم من جديد. حسب التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد سجل عام 2014 زيادة هائلة وغير مسبوقة في نمو نسبة السعوديين غير الراغبين في العمل أو العاطلين عن العمل بنسبة 297%. التقرير أشار إلى أن الأسباب تعود إلى عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة، وأن القطاع الخاص لم يستطع توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب العمالة الوطنية والحاصلة على المستويات التعليمية المرتفعة. عبد الحميد العمري بيكون معنا يعلق على هذا التقرير، لكن بعد ما نتابع احنا وياكم هذا التقرير. قدر التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط الصادر أخيراً عدد السكان في المملكة في عام 2014 بنحو 30.7 مليون، حيث يبلغ عدد السعوديين 20.7 مليون نسمة، بينما يتمثل غير السعوديين العدد المتبقي بأكثر من 10 ملايين نسمة. وأورد التقرير أن الزيادة في عدد الأفراد السعوديين العاطلين عن العمل الذين دخلوا في قوة العمل السعودية يقدر في عام 2014 بنحو 28,772 فردا، ليصبح عدد العاطلين 651,305 أفراد في عام 2014. كما أشار التقرير إلى أن هناك زيادة هائلة وغير مسبوقة في عام 2014 في نمو السكان السعوديين غير الراغبين في العمل بنسبة 297%. وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل الفقيه الذي يشغل منصبه منذ 29 إبريل الماضي تعرض لحملة شرسة من قبل أحد أعضاء مجلس الشورى عندما اتهمه بالفشل في منصبيه السابقين أمينا لمحافظة جدة ووزيرا للعمل. وقد ساد تذمر بين أعضاء مجلس الشورى حسب ما نقلته صحيفة الحياة عندما اكتشفوا أن تقرير خطة التنمية الخمسية الذي رفعته إليهم وزارة الاقتصاد والتخطيط عمره 4 أعوام، ما عده بعض الأعضاء أمراً غير منطقي. مجلس الشورى بدوره سيرفع خلال هذا الأسبوع إلى الملك قرارات عدة بشأن تقرير متابعة برامج ومشروعات خطة التنمية التاسعة لعام 1431 إلى عام 1436 لعاميها الأول والثاني، حيث كان من ضمن القرارات مطالبة المجلس برفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية وتعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف. ملفات اقتصادية عديدة سنناقشها في هذه الفقرة مع الاقتصادي السعودي عبد الحميد العمري. للحديث أكثر حول هذا الملف يلتحق معنا في الاستوديو عضو جمعية الاقتصاد السعودي والاقتصادي المعروف الأستاذ عبد الحميد العمري. حياك الله أستاذ عبد الحميد. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. كتبت مقال أنت، يعني كان قراءة في هذا التقرير، تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، يعني ربما كذلك ألمحت إلى اعتمادها على مستوحات وأرقام مصلحة الإحصاءات العامة. من المفترض أن تعتمد على أرقام وإحصاءات وزارة العمل والخدمة المدنية. بكل الأحوال اللي شدني أن المعلومة لما تقول إحنا 10 أعلى بطالة في العالم وأكبر بطالة نسائية في العالم، نحن أمام أزمة، كيف يمكن تصورها؟ طبعا يعني اليوم إحنا نتكلم على تجربة، خلاصة تجربة 4.5 سنوات تقريبا من برامج النطاقات وبرامج التوطين اللي بدأت في تقريبا نهاية 2010 بداية 2011، واليوم حنا نحصد النتيجة. سبحان الله أنه كان من حصد النتيجة هو من زرع هذه البرامج، اللي هو وزير التخطيط اليوم. نعم. اللي كان وزير العمل قبل تقريبا أكثر من شهرين. في ذلك الوقت كان هناك تحذيرات حينما سمعنا بهالبرامج وقارناها مع درج أو موجود في استراتيجية التوظيف السعودية، وجدنا هناك انفصال تام، يعني عدم وجود أي علاقة بين برامج النطاقات اللي تعتمد على الألوان وعلى تعتمد على سياسة 1+1=2.
وهذا غير موجود في 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 سوق العمل. هذا يمكن يكون مدير شؤون موظفين يفكر كذا، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، بينما حينما تنظر لها منظور اقتصادي ستعرف أنه حجم التحديات الموجودة والمشاكل الموجودة عندي اللي أدت إلى وجود بطالة وأدت إلى وجود توظيف وهمي وأدت إلى وجود هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة وبالتالي التحويل إلى الخارج وزيادة الاستنزاف، كل هذه العشوائيات أو التشوهات كانت موجودة في منظور الاستراتيجية وعرفت كيف تذهب إليها، على عكس برامج النطاقات اللي كانت تنظر إنه شيل سعودي شيل أجنبي حط سعودي، وهذه سياسة الإحلال اليوم يكتشفها عادل فقيه بتقريره الذي وقع عليه أنها سياسة فاشلة 100%. ولهذا يمكن ما نتحدث عن ما مضى، احنا نتحدث اليوم إنه وزير العمل اليوم هذا أنت ترى إنه من زرع حصد فشله، وبالتالي يجب أن تكون أنت واعي إنه التحديات اللي تشوفها اليوم أكبر. طيب وبالتالي تتغير. يعني حميد، يعني ممكن ذكرتها من المفارقات انه وزير الاقتصاد والتخطيط اللي كان وزير العمل واللي كان ربما في فترته اشرف على كثير من البرامج اللي كان من المفترض انها تصب في مصلحه استراتيجيه التوظيف للسعوديين وانها تحل جزء من موضوع البطاله. السؤال، هل معنى هذا وهل ارقام والاحصاءات وانه معدل البطاله عندنا قاعد يتنامى معناته فشل استراتيجيه ولا فشل تنفيذ الاستراتيجيه ولا كل البرامج اللي كان تسويها وزاره العمل فعلا ما اتت ثمارها؟ لا، هو فشل البرامج اللي وضعت هي ما لها علاقه بالاستراتيجيه، الاستراتيجيه ما نفذت. يكون في العلم انه اول سنه تقريبا وضعت في الدرج، ولكن مع الاعلام والضغط الاعلامي عادت وطلعت من الدرج، وصار اي حتى لو كح مسؤول في وزاره العمل قالوا هذه من الاستراتيجيه وهذه ترجع الى كذا. هذا الكلام مو صحيح. احنا كنا نتكلمنا مع عادل فقيه في بدايه وجوده في وزاره العمل، وانا شخصيا تحدثت معه شخصيا وجها لوجه، قلت له الوضع اللي في سوق العمل بعيد تماما عن الالوان اللي انت جايبها، هالبراويز ذي اللي جايبها ما تصلح لسوق العمل عندنا، لانه القطاع الخاص عندنا قطاع اللي قاله نتيجه اليوم في تقرير وزاره التخطيط انه القطاع الخاص غير كفء لمعالجه البطاله. لماذا؟ لانه الوظائف الموجوده فيه وظائف كلها هامشيه او كلها متدنيه التعليم. يعني اليوم احنا نتكلم على اكثر من 92 93% وظائف من المتوسط فما دون، بينما عندي صف الجيوش العاطلين عن العمل اليوم 52% جامعيين، تزيد عليهم الدبلوم فقط شهاده الدبلوم يرتفع الرقم الى 62%، تزيد عليهم الثانوي ويرتفع الرقم الى اكثر من 90%. فلا يمكن انه انا اوظف اكثر من 92 93% شهادات ثانوي دفعت فيهم الدوله تريليونات الريالات لتعليمهم عشان توظفهم في وظائف هي اصلا اعلى مؤهل لها اللي هو الشهاده المتوسطه. طيب عندنا ليش القطاع الخاص بهالمستوى الرديء جدا؟ وهذا الكلام تحدثت معه في وزاره العمل سابقا في برنامجكم هنا ومع الغرفه التجاريه، انه القطاع الخاص عندنا ينقسم الى ثلاثة اقسام، قسمين رئيسيه مسيطره وقسم هامشي. القسم الرئيسي الاول اللي هو قطاع المقاولات والتشييد اللي تعتمد على مناقصات الدوله، وهذه يعني تتكلم على عقود انشاء وتعمير وبناء لا تحتاج مؤهلات عاليه، وهذا القطاع هو اكثر قطاع يعني استورد عماله من الخارج خلال الاربع او خمس سنوات الماضيه. القطاع الثاني اللي هو قطاع التجزئه. قطاع التجزئه يعني استورد من برا بالجمله وبيع بالتجزئه في الداخل، يعني ما تحتاج حتى ابتدائي، يعني حتى تقرا وتكتب بالكاد. فهذا القطاعين هم اللي يمثلون تقريبا قطاع السوق القطاع الخاص عندنا. والقطاع الخاص الاخر يعتمد او يقتات على دعم الحكومه، يعني اليوم الكهرباء مدعومه، الطاقه مدعومه، البنزين مدعوم، الغاز مدعوم. لو ازلت هذا الدعم او هذا الانعاش او هذا الغذاء اللي يحيي رئه القطاع الخاص يمكن يموت، على راسهم شركه سابك اللي هي يمكن يعني سيده القطاع الخاص عندنا. فانا بس اختم لك، للاسف انه الفتره اللي مضت انه مع زياده خريجين الجامعات والمعاهد والدبلومات يصطدمون بوظائف مفتوحه فقط، والقطاع الخاص ورجال الاعمال وجدوا نفسهم مضطرين اما ان يخضع لوزارة العمل بالبرامج والنطاقات اللي احنا نشوفها اليوم ونشوفنا نشوف نتيجتها الفاشله، او انه يسكر شغله ويمشي. فبالتالي او يتحايل بالسعوده الوهميه. هذا اللي حصل، انه احتال بالسعوده الوهميه. الشباب والبنات قبلوا بهالموضوع، لعل الله سبحانه وتعالى يفرجها في السنه في السنتين القادمه. ولهذا ارتفع التوظيف الوهمي عندي بالذات لو تلاحظ انه في قطاع التشييد والمقاولات وقطاع التجزئه اعلى قطاعين وظفوا خلال الاربع سنوات ونص الماضيه،
ولو تبحث من الأشياء المضحكة جدا وواجهت فيها وزارة العمل والغرفة التجارية لجنة التوظيف، قلت أنا أبغى أعرف وين بناتنا يليسون فيه الاسمنت، لأنه الآن عندي الآن أكثر من 250,000 في قطاع التجزئة وقطاع التشييد والبناء. وحتى كنت أتحدث مع الدكتور عبد الرحمن الزامل قبل يومين، فيقول وأنا دائما يقول أنا أقول ربعي إذا مريتوا مع الدائري الشمالي ومريتوا من جنب الحي الملك الملك عبد الله المالي لا تناظرون في الأسقف اللي فوق، لأن الأدوار العليا ترى بنات القاعدين اللي يسون فوق. هذا شيء مو صحيح، لأن نتكلم على 250,000 سيدة سعودية يعملون في هذا القطاع. طيب هذا نشوف احنا خليني اشوف وجهة نظرك إلى أي مدى دقيق المسببات اللي ذكرها تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط في تنامي معدل البطالة عندنا، ويحلونها هم يقولون يعني اللي ما غير الراغبين في العمل واللي ما عندهم فرص عمل. هو ذكر أنه غالبية الفرص الموجودة هي العمالة غير ماهرة، وذكر كذلك في التقرير أنه القطاع الخاص ما استوعب السعوديين. أنت تشوفها دقيقة هالمبررات؟ والله شوف، أنا كتبت مقال قبل تقريبا أقل من سنة عن القطاع الخاص، الجود بالموجود. هذا اللي عنده، ما عنده شيء. قطاع خاص عندنا علمتك هو يا على مناقصات الدولة، وقفت مناقصة الدولة خلاص، يعني حتى الوظائف هذه تعتبر موسمية، يعني انتهت عقود الدولة خلاص مع السلامة. يا قطاع يعتمد على استيراد بالجملة ويبيع بالتجزئة، وهذا انت شايف المولات والمحلات أكثر من عدد السكان، وبالتالي تجي على القطاع الأخير. القطاع الأخير اللي هو قطاع التصنيع والصناعات التحويلية وحتى قطاع يعني قطاعات الخدمات أيضا. هذه القطاعات حتى بتلاحظ أنه في مفاجأة يمكن تستغرب منها خالد، أنه تعرف جميع القطاعات أو النشاطات الاقتصادية زادت العمالة فيها سواء وهمي ولا حقيقي، إلا قطاع الاتصالات والنقل، هذا انخفض فيه العمالة السعودية ب 42,000 خلال 4 سنوات اللي مضت. يعني لاحظ، قاعدين نوظف في الوظائف الهامشية وقاعدين نفصل في الوظائف الحقيقية. بالتالي لما تقول، لما يقول وزير العمل الحالي أنه وظفنا 900,000، لو تراجع الرقم هذا يا معالي الوزير ستشاهد أنه الحقيقي منهم يمكن ما يتعدون 200,000 إلى 150,000. الباقي وينهم؟ هذول قاعدين هم يعني حقين المقاولات، موظفين قريباتهم خواتهم عماتهم كل من يمثل لهم صلة عشان يفتك من النطاقات، عشان يعبر هذا الجسر. اعذرني إذا قلت أنه جسر غبي، دمر رجل الأعمال ودمر المواطن والبحث عن عمل. ولهذا حنا نتكلم اليوم تقرير الاقتصاد، من الأشياء اللي أنا ابتسمت لما قرأت وضحكت هالكلام، أنا قلته شخصية لعاد الفقيه ورد عليه بثلاث كلمات: لم أفهم، لم أستوعب، لم أقتنع. رد اكتب لي الكلام اللي تقوله ذا في إيميل وارسله لي. كيف هذا أنت الآن موقع عليه طالع يقول أنه عملية تغيير القطاع الخاص عندي يعني تتطلب ضخ استثمارات، واستثمارات وطنية موجودة برا يعني تقريبا يصل إلى فوق سقف 4 تريليون ريال تضخها في الداخل تخلق. لا يمكن تخلق وظائف وانت ما خلقت مشاريع. إذا خلقت مشاريع لا يمكن مشاريع إنه يدفعها رجل أعمال لوحده ويتحمل المخاطرة، أو يجيك واحد أجنبي يقول لك والله أنا بروح السعودية بسوي لهم استثمارات. نوي الموضوع يبدأ من الحكومة. التجربة اللي حدثت في النصف الثاني من السبعينيات اللي يعني خلقت فرص الاستثمار بالنسبة للسعودية لازم تتكرر اليوم بأي طريقة كانت. وهذا الأمر أنا أعتقد أنه لا يمكن وزارة العمل لوحدها أو وزارة التخطيط أو أي وزارة لوحدها تستطيع. طيب، يعني يجب أن يكون هناك، يعني أعتقد أنه مظلة المجلس الاقتصاد والتنمية يمكن هي أفضل مظلة يخلق فيها هذا المشروع. طيب، إحنا بنشخص المشكلة وبنتكلم عن آثارها مش بس على الاقتصاد، حتى آثارها الاجتماعية وانعكاسات البطالة وتنامي البطالة، لكن استاذنك واستاذن المشاهدين بفاصل قصير، بعد ذلك نكمل الحوار مع الأستاذ عبد الحميد العمري. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط وملفات اقتصادية أخرى، ويتابع معنا الحوار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي المعروف الأستاذ عبد الحميد العمري. عبد الحميد، خليني يعني بنكمل حنا حديثنا عن الأسباب والحلول بعد لمشكلة تنامي أو تنامي مشكلة البطالة عندنا.
أبيك تسلط الضوء على وزارة الاقتصاد والتخطيط. هناك من يسميها وزارة الظل، هناك من لا يعرف أصلا وش الأدوار اللي قاعد تقوم فيها هالوزارة. كان انتقادات سابقة للوزير السابق الجاسر يعني، وحنا نعرف يعني حجم الانتقاد الكبير لعدم وضوح العمل اللي قاعد تقوم فيها الوزارة. هل تشوف فعلا الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة، أو أنه فعلا يتضح دورها الحقيقي لنا كمواطنين؟ إحنا مو قاعدين نشوف يعني ذاك الرؤية الواضحة لعمل الوزارة. وأنت محق خالد، والعشرين مليون سعودي محقين. وزارة التخطيط هي تقريبا نقدر نقولها هي نقطة البداية وهي نقطة النهاية للعمل الحكومي. نقطة البداية تضع الخطة، تضع البرنامج وتسير عليه. إيه؟ نقطة النهاية تأتي في نهاية المرحلة، إن كان في نهاية السنة أو نهاية الخطة الخمسية، وتأتي تقول والله هذا 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 اللي وضعناه كخطط ما تحقق عليه صح، وما ولما ما لم يتحقق عليه خطأ، وبالتالي نستطيع اليوم. وش هي ثمرة 9 خطط تنموية؟ إيش ثمرة تخطيط من 1970 اللي اليوم تتحدث عن 45 سنة؟ الثمرة يطول العمر إنه أغلب وأهم الأهداف اللي وضعتها خطط التنمية ولا واحد تحقق. وانت ما تشوف حتى خطط التنموية قاعدين قاعدة تعاد ولا قاعدين نشوف، عشان ما يجي واحد يقول العمري قاعد يقول كلام ما حد يدري عنه ولا ويرمي تهم. لا مو صحيح. خلينا ناخذ هدف تنويع القاعدة الانتاجية. اليوم تقريبا من تقريبا 45 سنة الى اليوم يلا جبنا 11% من الجي دي بي. بالعكس، مع التصحيح وتعديل سنة الأساس اللي تكلم عنها تقرير الأخير وزارة التخطيط، تحدث أنه زادت مساهمة القطاع النفطي وانخفضت مساهمة القطاع الخاص. طيب، اثنين، هالكلام ذا بس هالنقطة دي عشان تعرف خطورتها، أنه لماذا عدم زيادة تنويع القاعدة الانتاجية واستمرارنا في اعتماد على البترول. شوف إيش اللي صار. اللي صار أنه اليوم القطاع الخاص عندنا تقريبا ينطبق عليه بشكل كبير جدا قطاع غير كفء للتوظيف وغير كفء للإنتاج. وهذا الشيء المضحك، أنه لما يجي برامج الشورى ينقز على المواطن يقول أنت مواطن غير منتج. يا حبيبي أنت اللي غير منتج، لأن اقتصادك غير منتج، تبين أنا أنتج أنا الحالي؟ حتى تهاوشوا أعضاء الشورى في نقاشهم لتقرير وزارة الاقتصاد بالضبط والتخطيط بالضبط، وحتى يعني تهموا أحد أعضاء الشورى السلطان أنه شخصاً الأمور لما تكلم العادل فقيه وفشلوا في وزارة العمل والآن في وزارة الاقتصاد والتخطيط. في عندنا ميزان شايل المواطن على رأسه، واحد هنا المسؤول، واحد هنا مجلس الشورى. إذا صار شيء وضيعوا من يتهمون قالوا هالمواطن غير منتج، وهذا الكلام يمكن تصرح فيه وزير التخطيط السابق أكثر من مرة. إذا حشروه الرجاجيل في زاوية قال المواطن غير منتج. سلامات، اقتصادك غير منتج يا حبيبي، والقطاع الخاص حقك هذا أنت بتقرير وزارة التخطيط والاقتصاد تقول غير كفل التوظيف. يعني إذا كان غير كفل التوظيف يعني بيكون كفل الإنتاج؟ لا يمكن. لهذا أنت الآن القطاع الخاص عندك اليوم زاد الاستقدام بشكل رهيب جدا، اليوم نتكلم على ما نناهز 9 مليون، وفي نفس الوقت ثلث سكان المملكة من الوافدين. لا، هذا غير المخالفين، يعني لو جبنا المخالفين ترى بتوصل للنص، ويمكن تصحيح وضع اليمين وضحت لنا بعد بشكل فوق هذا كله. يعني مع زيادة الاستقدام للقطاع الخاص تزيد الواردات. الواردات عندنا اليوم تتكلم على 650 إلى 648 مليار، تمام؟ هالكلام هذا كنا قبل فترة الطفرة دي أقل من الثلث، نتكلم على 200 إلى 300 مليار، 250 مليار. اليوم زاد الاستقدام وزاد الواردات. طيب، المفترض أنه لما يزيد الاستقدام على الأقل يكون في شيء منتج، أنه والله جبت عمالة تنتج، لكن للأسف أنه من الإبرة إلى الطائرة وما بينهما كلها تستورده، الأكل، الملبس، الغذاء. نرجع للنقطة الأساسية أنه ودور وزارة التخطيط، لو أنها استطاعت أن تحدد نقطة البداية ونقطة النهاية بالتقييم، وهنا بالتخطيط الممتاز وإعادة مراجعة وتقييم اللي يحدث، وبالتالي ندخل والله هذا تحقق، هذا لم يتحقق. جميل. هذا تحقق، لم يتحقق، لكن للأسف أنه هذا الشيء لم يحدث. ولهذا كما تشاهد أنت تقول أنها وزارة ظل. أنا أعتقد التقرير اللي طالع الأخير هذا، والشيء اللي فعلا يفرح ويثلج الصدر في التقرير اللي طالع من وزارة التخطيط، اللي واضح أنه خارج ثقافة يعني وموروث وزارة التخطيط، اللي وضع الثنتين من البنات السعوديات، يعني واحدة تحمل دكتوراه واحدة تحمل الماجستير. أنا أعتقد هذا التقرير اللي وضعته هالبنتين، وهذا شيء يشرف، إن من أفضل إن لم يكن أفضل تقرير أصدرته وزارة التخطيط والاقتصاد منذ تأسست إلى اليوم هذا التقرير. طيب، يعني خلونا يعني جميل. أنا أعتقد أي منصف يقرأ التقرير سيجد أن هذا التقرير. طيب، عبد الحميد، إحنا نتكلم عن أزمة يعني يجب الالتفات لها وبجدية.
نتكلم عن آثار لها اقتصادية اجتماعية حتى أمنية بشكل كبير، يعني موضوع تنامي نسبة البطالة. برأيك كاقتصادي مهتم، إيش هي الحلول اللي يجب أن تنتهجها الدولة بشكل عام لمواجهة هالملف؟ والله شوف، الحل السريع الآن اللي هو تكلمت معه الدكتور عبد الرحمن الزامل بحكم أنه شخص يعني رئيس الغرفة التجارية وشخص وسط الميدان، وكنت كما أتمنى أن يكون عندنا 30 إلى 20 شخص من شخصية عبد الرحمن الزامل في عدد من القطاعات. أعتقد اليوم اللي هي عقود التشغيل والصيانة اللي مع الدولة اليوم هذا تقريبا فيها فوق مليون وظيفة، فيها تقريبا الآن قابل للتوظيف، واليوم احنا داخلين على فترة الصيف مع خريجين يطلبون وظائف وزيادة معدلات البطالة وزيادة عدد العاطلين، يمكن تمتص من 400 إلى 500 ألف. بس الغرفة التجارية تكلم، انت تكلمت مع الزام. لا ما تكلم. أنا الغرفة التجارية تقول دائما نطرح وظائف ولا يتقدمون عليها السعوديين. اترك الغرفة التجارية واللجانها، اللجان اللي عندها اكثر هذه تغرد خارج السرب وتغرد المصالح تجارها. لا اتكلم على فكرة العقود التشغيل والصيانة، هذه متوفر فيها وظائف جاهزة اليوم، أكثر من مليون وظيفة فيها غير سعوديين وجاهزة ورواتب ممتازة، تأمين طبي متوزعة على مناطق المملكة. اليوم تشوف التقرير الأخير اللي نشر من مؤسسة النقد يبين وزارة العمل، تدري من 4 سنوات إلى اليوم على مدن المملكة جدة والرياض والشرقية، هذول استأثروا بما أكثر من 84% من التوظيف. طيب بقية المناطق وش قاعدين يسوون؟ يعني هذولا يشكلون المساحة الأكبر من المملكة والسكان فيها، هذولا ما جاهم يا الله بالكاد جاهم 14%. فبالتالي عملية هذه عقود التشغيل والصيانة هذه وظيفة مرة ممتازة وحل زي ما تقول لك سريع الآن. على المدى الطويل أمر لا، أنا أعتقد أنه لا يمكن لا وزارة التخطيط لحالها ولا وزارة العمل لوحدها أن تصلح المشكلة. المشكلة وضعناها وتكلمنا عنها وتكلمت عنها الاستراتيجية وللعلم حتى ما يقول واحد يقول لك والله أنت قاعد تتكلم على وزير العمل السابق لا، الاستراتيجية قالت حذرت من 4 أمور. الأمر الأول اللي هو أنه إذا ما التزمت وزارة العمل بهذه الاستراتيجية سيحدث ما يأتي. 1 استمرار ارتفاع معدل البطالة، 2 استمرار زيادة الاستقدام، 3 استمرار هامشية توظيف السعوديين بين قوسين التوظيف الوهمي، 4 استمرار الانفصال بين التعليم ومخرجاته والتدريب وبين سوق العمل. وهذه النتائج اللي نشوفها الحين، هذه الأربع ارجع لتقرير صفحة 34 و 35 و 36 في تقرير وزارة الاقتصاد الأخير بالملي بالحرف مكتوبة يا وزير العمل سابقا يا وزير التخطيط والاقتصاد حاليا مكتوبة، زرعت حصدت. للأسف من سيأكل هذا الفشل هو 20.5 مليون مواطن سعودي، مليون سعودي للأسف. واليوم نعتقد لازم تراجع المسألة دي سواء من مجلس الاقتصاد والتنمية، تراجع التجربة الفاشلة اللي احنا اليوم فيها، لأنه اليوم ملزم وزارة العمل بالاستمرار فيها. يعني برامج النطاقات ايش أخرجت لي حولتهم من عاطلين إلى نايمين في بيوتهم على رواتب وهمية، وحولت الفتاة السعودية من فتاة يعني حتى اليوم يعني مؤسف جدا يقول لك إيه هالكلام، إنه خريجين الجامعات من 20 سنة اليوم كل 3 خريجين من الجامعات في 2 منهم بنات، يعني معدل التعليم عند البنات عالي جدا ومتفوقات، وش تقديرهم عند وزارة العمل والقطاع الخاص؟ تقعدين ببيت أبوك ونعطيك راتب وهمي واللي يدفع صندوق هدف، ولا في حد يتابع ولا تشتغل كول سنتر، يعني هذه طاقة معطلة، وتروح تستقدم لي بالملايين من الخارج ناس ما يعرف يقرأ ولا يكتب، حتى ما يعرف يكتب اسمه. طيب للأسف هذا الشيء يحز في النفس، وهذا يمكن يعني هو الملف اللي أنا شايله. أنا عندي ملفين شايله والله يحين، ملف الإسكان وملف البطالة، وهالملفين هي زي ما ذكرت يا خالد لأن أثارها لا يتقف طيب عند اقتصادي، تتعداها إلى أكثر مؤخرا. طيب عبد الحميد، الملف الثاني صعب أنك موجود معي ولا أسألك عنه، ملف الإسكان بشكل عام. وقتي على وشك أنه ينتهي، بس أختم بموضوع رسوم الأراضي. المواطنين يترقبون صدور اللائحة اللي تشرح آلية تطبيق رسوم الأراضي. هناك حديث اللي تسميهم دائما تجار التراب، هناك حديث الحقيقة أنه العقاريين وتجار الأراضي ربما بدأوا بالاستباق لهذا القرار أو اللائحة بأنهم جزأوا الأراضي ذات المساحات الكبيرة حتى يتحيلون على النظام، إضافة إلى أن هناك من يرى أنك يا عبد الحميد العمري ويا بعض الاقتصاديين يتكلمون عن أن الأراضي أسعارها بتنزل والبيوت أسعارها بتنزل إذا فرضت هذه الرسوم، بأنكم تتحدثون بنسب وأرقام مبالغ فيها. شو يمكن تقول باختصار؟ الحمد لله أهم شيء تحقق اللي هو أنه طلعت الموافقة على موضوع الرسوم. الآليات
حسب ما فهمت من بعض المسؤولين في وزارة الإسكان أنها تقريبا في لجنة مكونة من 6 جهات حكومية على وشك تنتهي منها. الأمر يمكن هنا يعني ندخل في انتظار أو عمل بيروقراطي، لكن يجب أن نذكر كل الجهات هذه أنه في أمر ملكي، أمر بوضع هذه الحلول بشكل عاجل على طاولة الملك. بالتالي أنت الآن لما تحاول يعني من خلال، وأنا واضح أن الأمور أنه تجار تراب ومن يعني من السماسرة، لأنه ترى مو كلهم تجار تراب، في بعضهم ترى يعني زي ما تقول لك مخاوي شيوخ، يعني يشتغل له في تويتر يطبل له منه من ولا تلقى ما يحصل شيء، مسوق وساعي ومسوي لي فيها أني أتاجر وأملك. هذول حاولوا يخترقون باب مؤسسة النقد وما قدروا، للأسف أنهم نجحوا في اختراق صندوق التنمية العقارية، وللأسف اليوم صندوق التنمية العقارية شغال تحسه متحدث الرسمي للتجار التراب، كل يوم طالع لي أبشركم 13 مبادرة، أبشركم مبادرتين. هذا الكلام توقع أن هذا جزء من الحلول اللي يبون يمتصون مشكلتنا، وأنا كتبت المقال اليوم مشكلتنا مين مشكلة التمويل، لأن لو زودنا الرواتب وزودنا التمويل سنظل في هذه الدائرة والأسعار ترتفع، والسبب من المستفيد فقط تجار التراب ومن المحيطين فيهم. أنا أعتقد أن الحل اليوم يجب أن تخرج الرسوم اليوم قبل بكرة بأي شكل. اثنين، وهذا أمر أنت تلاحظ في أسعار البترول ولجوء الدولة إلى خلاص للاقتراض، يعني تقديرات صندوق النقد الدولي تتحدث عن 20% من حجم الاقتصاد عجز، يعني تتكلم على 400 مليار، ستمولها الدولة من خلال تعزيز وتطوير سوق السندات والصكوك، معناته أن سندات تنمية ستظهر، وسنعود لنقطة اللي قبل 15-16 سنة اللي هي أنه الحكومة تبدأ تسحب فائض السيولة اللي عندنا في الاقتصاد. هذا الشيء أقول لك ويشهد الله على ما أقول وأتحمل مسؤولية المستقبل، حتى لو لم تصدر الرسوم هذا الشيء إذا حدث صلاة الميت على العقار اللي قاعد يدافع عنه تجار التراب، وموظفين الحين صندوق التنمية العقاري عندهم من هب ودب يدخلون في راسه اقترض قرض معجل، اقترض قرض إضافي، كله علشان ما يطيح سعر التراب. اليوم سعر التراب اليوم متر 3000، راتب المواطن 3000، يعني عشان أسكن في أرض براتب شهر مساحة 300 متر بسكن فيها 300 مواطن، أدفنهم أحسن عشان هالتاجر ما يزعل، وعشان صندوق العقاري اللي فتح الحبل على الغارب وما يدري وش نهاية الموضوع اللي بيسويه. أنا أعتقد أن اليوم العقار شاء من شاء وأبى من أبى وخلاص انتهت موجته، يعني ما عاد يبغى لها. وأنا نصيحتي وأكررها وأؤكدها، اليوم أنتوا على نهاية الطريق. طبعا يجيك بعض الناس يقول لك أنت فوتت علي، ما أنت ما صدقت، لأنه من سنتين العقار أصلا في أسوأ الحالات ما صعد، في الحال أسوأ الحالات بالنسبة، في حالات أخرى بالنسبة للعقاريين في المناطق المحيطة المضاربية هذه نزلت بال70%، القطع بأمهات 700,000 صارت اليوم ب150,000، ولا تلقى حد يشتري، والطوفان جاي على اللي في الوسط ما فيها كلام. يعني موضوع بعدين الموضوع لازم تاخذ انه موضوع السكن، موضوع تبنته الدولة ليس لأبعاد والله هذا تاجر وهذا مواطن، لا، الموضوع أخذ أبعاد أكبر، أمني مسألة، ما هي مسألة والله مواطن عندي، هذا المواطن قد يكون عسكري على ثغرة من الحدود، قد يكون رجل أمن، قد يكون رجل في حراس الوطني، قد يكون معلم، قد يكون طبيب، قد يكون هذا الشخص يجب أن يكون عايش حالة استقرار، مو علشان واحد أو أقل من 1% من يشك، حتى ولا يمكن ولا 1 في 1000 من تجار العقار أو التراب يشكلون في المجتمع، إنه علشان خاطر 1 في 1000 أدمر الكل، مستحيل. وأنت لو تلاحظ إنه الأراضي اللي عندنا موجودة وش اللي رفع قيمتها؟ هل هي خدمات؟ هل هو والله نهر جنبها ماشي؟ هل هو الثلج نازل عليها ولا أمطار؟ وش غبار من فوق لتحت؟ وبالتالي هذه الشخصيات جميل. انا اعتقد انه القرار اليوم بيد المواطن، نحن ننتظر صدور الاليات، لكن القرار بيد المواطن انه يصبر، خلاص انتهينا، يعني ستاره بتفتح الان على اشكال كوميديه جميل. بالنسبه لتجار التراب. شكرا الاستاذ عبد الحميد العمري عضو هيئه الاقتصاد السعودي والكاتب الاقتصادي المعروف، ونتمنى الحقيقه امرين وملفين اتوقع انها جدا مهمه، ملف البطاله وملف الإسكان، أنا ما أتوقع فيه يعني أهم من هالملفين بالنسبة لنا كسعوديين. بالضبط. ونتمنى الحقيقة أن مجلس الاقتصاد والتنمية كذلك أنه يعني فعلا يراقب الجهات الحكومية التي تتولى هذه الملفات، وأن نشوف حلول فعلا ليست حلول عاجلة تخلص من المشكلة، إنما حلول على أرض الواقع تنعكس في النهاية المواطن السعودي. شكرا لك عبد الحميد، الله يعطيك العافية. شكرا لكم والتقدير. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.